بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Welcome back to General Macrobiology. نحن الآن لا نزال في سلسلة محاضرات Controlling Microbial Growth in Vivo. في المحاضرات السابقة تحدثنا عن Antimicrobial Drugs وتحدثنا عن Mechanism of Action of Antimicrobial Drugs حسب تأثيرها. تحدثنا عن Inhibition of Cell Wall Synthesis وحدثنا عن antibiotic that inhibits protein synthesis, antimicrobial that binds to 30S macrosomal subunits, وحدثنا عن antimicrobials that bind to the 50S ribosomal subunits, وحدثنا عن antimicrobials that interfere with elongation factors, fusidic acid, وحدثنا عن inhibitors of nucleic acid synthesis, inhibitors of RNA synthesis, وinhibitors of DNA synthesis. والآن اليوم إن شاء الله محاضرتنا راح تكون عن الآن synergism versus antagonism, وسنتحدث عن antimicrobial resistance. لأن synergism versus antagonism. لأن synergism هي تأثير مضاعف, والأنتاغونيزم هي تأثير مضاد. فالآن when the use of two antimicrobial agents to treat infection produces a degree of pathogen killing more than that achieved by either drug alone is known as synergism. لأن إذا استخدمنا two antibiotics or two antimicrobial agents وكان تأثير هذا الكومبينيشن أو تأثير هذول الانتيميكروبيالز على قتل البكتيريا الممرضة أكثر بكثير من كل واحد منهم لوحده, فبالتالي بنسميها synergism. يعني إذا استخدمنا antibiotic A وكان تأثيره 20, واستخدمنا antibiotic B لحاله كان تأثيره 30. أما إذا استخدمنا combination من A و B وكان تأثيرهم 70, فمعناته إيش؟ كان التأثير المزدوج أكثر بكثير من الانفراد. لأن طبعا في عنا أمثلة على synergism, bacterium and spectra, a combination of trimethoprim and sulfa methoxazole referred to as trimoxazole. إذن إذا استخدمنا trimethoprim لوحده والسلفا methoxazole لوحده راح نجد إنه تأثيرهم أقل بكثير من إن استخدمناهم كcombination. طبعاً combination of trimethoprim و سلفا ميثوكسيزول بنسميهم trimoxazole. إذا استخدمنا trimoxazole وهو خليط من الاثنين راح يعطيني تأثير أعلى بكثير من كل واحد لحال. لأن when the use of two antimicrobial agents to treat infection produce a degree of pathogen killing less than that achieved by either the drug alone is known as antagonism. لأن التأثير المضاد إذا استخدمنا combination من antibiotics to antibiotics بيكون تأثيرهم على قتل البكتيريا الممرضة أقل بكثير من تأثير كل واحد لحاله. مثلا إذا كان زي ما قلنا تأثير antibiotic A 20 وتأثير antibiotic B 30, إذا جمعناهم مع بعض بيكون تأثيرهم إذا كان antagonism 10 أو 15. فبالتالي لما دمجناهم مع بعض أو سوينا combination كان تأثير القتل لهذه الباثوجينز أقل بكثير من كل واحد لحال. الآن نيجي على بقية الأنواع من antimicrobial agents. طبعاً إحنا تحدثنا عنه سابقا, هو كان انتي بكتيريا.
لان طبعا الماكرو اورجانيزمز احنا حد حددناها انها مش بس بكتيريا، ممكن تكون فنجس، ممكن تكون بروتوزوا، ممكن تكون الجي، وممكن تكون اسيلينر اللي هم الفيروسات. الان لا نستطيع استخدام الانتي بايوتكس او مضادات البكتيريا ضد الفنجس، فلذلك اذا كان عندي فنجل انفكشن لابد من استخدام ما يعرف بالانتي مايكوتيك ايجنتس. الانتي مايكوتيك ايجنتس هي انتي ميكروبيالز، مضادات ضد الميكروبات، ولكن بتكون متخصصه لقتل الفنجس. ميكانيزم اوف اكشن، عندي اليات عمل تختلف. اول شيء بايندينج، باي بايندينج وذ ذا سيل ميمبرين سترولز اي جي الانفوتريسين بي اند نستاتين. اذا بتلاحظوا لما تحدثنا عن تركيبه السيل ميمبرين في البروكاريوتس واليوكاريوتس، قلنا السيل ميمبرين او بروكاريوتس لا يحتوي الستيرول، ما فيهوش كوليسترول، اما اليوكاريوتيك ميمبرين يحتوي على الستيرولز او الكوليسترول. هذه الانواع من الانتي فانجل اللي هم الامفيتريسين بي والنستاتين ترتبط مع الستيرول الموجود على السيل ميمبرين، وبالتالي بتؤدي الى تدمير السيل ميمبرين. By interfering with sterol synthesis، أو ممكن تأثير هذه الانتيميكوتيك ايجنتس إنها تتداخل مع وبتأثر على إنتاج الاستيرول نفسه، على إنتاج الكوليسترول قبل ما يروح على السيل ميمبرين، زي لوكلوتريمازول والمايكونازول. هذول النوعين من الانتي فنجل أو الانتيميكوتيك ايجنتس بيأثروا على تصنيع الاستيرول قبل انتقاله إلى السيل ميمبرين. أو الآلية الثالثة هي by blocking mitosis or nucleic acid synthesis e.g. مثال عليها اللي هي agglutinolovin و 5-fluocytosine. ال 5-fluocytosine و الجريزو فلوفين، هذول نوعين من الانتي ميكروبيال او الانتي فنجال ايجنتس بيأثروا على عمليه الانقسام الميتوسيس او الانقسام العادي. طبعا قلنا الخلايا اليوكاريوتيك سيل تنقسم انقسامات عاديه اللي هي الميتوسيس. انتي بروتوزوال ايجنتس، بالإضافة إلى الأنتي ميكوتيك في عنا الأنتي بروتوزوال. الأنتي بروتوزوال طبعا البروتوزوا هي الأوليات، وتعتبر طبعا لأنها ماكروسكوبيك من الميكروبات، ولكن طبعا ليست بكتيريا وليست فنغس، وهي أقرب ما تكون إلى الخلايا الحيوانية. طبعا هذه الأنتي بروتوزوال ايجنتس عادة بتكون سامة للعائل، لأنه تركيبة البروتوزوا تشبه تركيبة الخلايا الحيوانية، لذلك they are usually toxic to the host cell and work by. آليات عملهم إنه interferes with DNA and RNA synthesis. E.g. chloroquine phosphate used for malaria. طبعاً أول تأثير لهم إنه بيأثروا على تضاعف DNA وإنتاج RNA، وبالتالي إذا أثروا على البروتوزوا راح يأثروا على جسم أو خلايا الإنسان. عادة الكلوروكوين فوسفيت يستخدم في علاج الملاريا. أو ممكن يكون الآلية الأخرى اللي هي interfering with protozoal metabolism. E.g. metronidazole commercially called flagyl used for amebiasis, giardiasis and trachomonosis. هذا النوع من الأنتي بروتوزوال بيأثر على أيض هذه الخلايا، وطبعاً في عنا مثال عليه اللي هو المترونيدوزول، ومعروف فلاجيل، ويعطى عادة للأطفال أو الأشخاص اللي عندهم التهابات في الأمعاء ناتجة عن
التهابات الاميبيه او الجاديه او التراكموز. الانتي فايرال ايجنتس، طبعا الانتي فايرال ايجنتس او مضادات الفيروسات، طبعا هذه قد لا تؤثر على الفيروس مباشره ولكن بتاثر على الخلايا التي هي مصابه بالفيروس وتمنع تضاعف او تكثير الفيروس داخل الخلايا. Work by inhibiting viral replication within cells. يعني احنا نعرف لما تحدثنا عن الفيروسات انه الفيروس كائن غير حي وانما يدخل الى داخل الخليه الحيوانيه او الخليه الانسانيه ثم يبدا بالسيطره عليها لانتاج نفسه. فالانتي فايرال ايجنتس بتاثر على الخليه المصابه وبتمنع تضاعف او تكثير الفيروس في هذه الخليه. The first antiviral agents effective against HIV, the causative of AIDS, called zidovudine, known as AZT, and inhibits HIV reverse transcriptase. طبعا اول علاج تم استخدامه في الايدز او الاتش اي في كان اسمه زيدوبودين ويعرف بالAZT. طبعا هذا العلاج بيأثر على الانزيم اللي هو الريفرس ترانسكريبتاز. طبعا زي ما نعرف ان الاتش اي في هو ار ان اي فيروس، فقبل ان يتكاثر الار ان اي فيروس يجب ان يتحول الار ان اي الى دي ان اي، وبالتالي هذه العملية حتى الـ DNA الآن يتحول إلى RNA وهكذا. الـ AZT بمنع هذه الخطوة الأولى، هو تحول الـ RNA إلى DNA. الأمنتادين used as prevention against influenza A and inhibits penetration and coating and assembly of viruses. الأمنتادين هو antiviral agent بيستخدم كعلاج ضد الانفلونزا A وهو الكومن فلو، الانفلونزا الموسمية. طبعا آلية عمله انه له ثلاث آليات. اول شيء بمنع دخول الفيروس الى داخل الخلية، واذا دخل الفيروس الى داخل الخلية بمنع عملية الانكوتينج اللي هي تحرير الـ DNA او المادة الوراثية. و آخر شيء إذا تم طبعاً دخول الفيروس وإذا تم عملية الأنكوتينج بمنع عملية الأسمبلي، هي تجميع قطع الفيروسات. هو بيعمل على ثلاث مراحل: دخول الفيروس، الأنكوتينج، والأسمبلي. الأيجنت الثالث هو الأيسايكلوفار. الأيسايكلوفار كريم used for herpes blister and interferes with viral DNA synthesis. الايسايكلوفار هو عبارة عن كريم يشتريه من الصيدليات، يوضع على الحمو أو المناطق اللي بده يظهر عليها الهيربيز، وتؤثر على تضاعف أو تكوين الدي ان اي. الآن بعد ما تحدثنا عن الانتي ميكروبيالز بشكل عام، نجي نتحدث عن الموضوع المهم جدا وهي آفة كل المضادات الحيوية، آفة كل الانتيميكروبيالز، ألا وهي المقاومة، drug resistance. طبعا البكتيريا لا تقف مكفوفة الأيدي أمام هذه العقاقير الطبية أو ما يعرف بالأدوية اللي نستخدم ضدها، فهي دائما تسبقنا بخطوة. مجرد ما ينتج علاج جديد او انتبايوتيك جديد بتلاقي الخليه البكتيريه عندها اليات لمقاومه هذا النوع من الانتبايوتيكس. لان many organisms have the ability to produce mutants that are resistant to one or more of the antibiotics to which they would ordinarily be susceptible in the wild state. طبعا كل أو معظم الكائنات الحية الدقيقة لها القدرة على إحداث الطفرات،
وهذه الطفرات بتؤدي إلى حدوث المقاومة ضد العديد واحد أو أكثر من المضادات الحيوية. طبعاً اللي بالعادة بتكون البكتيريا هذه حساسة إلها في الأمور الطبيعية. The use of sub-inhibitory levels of antibiotics lead to the survival and multiplication of resistant mutants. طبعاً السبب الأهم، وطبعاً هناك عدة أسباب لتكون المقاومة، وهو استخدام sub-inhibitory levels of antibiotics، استخدام تركيز واطي أو قليل من هذه المضادات الحيوية لا تكون مثبطة 100% للبكتيريا، وبالتالي هذه الجرعة القليلة من الأنتيبيوتكس تقتل البكتيريا الحساسة ولكن لا تقتل البكتيريا المقاومة. فهذه البكتيريا المقاومة الآن تتكاثر وتصبح قادرة على الانتشار أكثر، وبرضو تكتسب مقاومة لأنتيبيوتكس جديدة، وعادة لما يتكلموا عنها في الصحافة أو في وسائل الإعلام يسموها سوبر بق. بمعنى آخر هذه البكتيريا بتكون زي سوبرمان، يعني ما بأثر عليها إشي ولا أي نوع من أنواع الأنتيبيوتكس. طبعاً during drug resistance bacteria are labeled in the press as super bug. Especially troublesome super bugs are. طبعاً في عنا بكتيريا أصبحت الآن مقاومة للعديد من الأنتيبيوتكس وبتسبب مشاكل كبيرة في الصحة العامة. منها أول شيء ميثيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس أوريوس، يسموها الميرسا أو الـMRSA، وكذلك الستريبتوكوكس إبيديميديز، ميثيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس إبيديميديز اللي هما الـMRSA. MRSE. طبعاً في عنا الميرسا والميرسي. MRSA هي Staphylococcus aureus والMRSE هي Staphylococcus epidermidis. These strains are resistant to all anti-staphylococcal drugs except vancomycin. Staphylococcus is a very common cause of nosocomial infection. لان هذه الأنواع من Staphylococcus aureus بتكون مقاومة لكل أنواع الأنتيبيوتكس ما عدا البانكومايسين. تذكروا لما تحدثنا عن البانكومايسين قلنا البانكومايسين هذا أنتيبيوتك لا يستخدم إلا في حالات الطوارئ، لأنه إيش بيأثر على عصب السمع، بيؤدي إلى حدوث فقدان في السمع، وبرضه بسبب تجلطات وبسبب فشل كلوي. فبالتالي استخدام البانكومايسين ما بيكون إلا في الحالات الطارئة جداً جداً جداً، لما يكون الستوكوكل أو عفواً الستافيلوكوكل إنفكشن مقاوم لكل أنواع الأنتيبيوتكس. طبعاً الستافيلوكوكس أوريوس تعتبر من البكتيريا الشائعة اللي بتسبب أمراض في المستشفيات اللي هي النوزوكوميال إنفكشن، إن شاء الله نتحدث عنها في المحاضرة القادمة. اثنين، Vancomycin resistant Enterococcus species VRE. طبعا الانتيروكوكس هي البكتيريا الكروية الجرام بوزيتيف اللي بتعيش في أمعائنا. These strains are resistant to all anti enterococcus drugs including vancomycin. هذه الأنواع من اللي هي بسموها Vancomycin resistant Enterococcus species بتكون مقاومة لكل المضادات الحيوية اللي تعالج فيها الانتيروكوكس بما فيها البانكومايسين. Enterococcus species are also common nosocomial infection especially for urinary tract infection. وطبعا تعتبر الانتيروكوكس species من البكتيريا الأكثر شيوعا في المستشفيات وخصوصا في إصابة الجهاز البولي. ثلاثة، عندنا المالتي دراج ريزيستنت Mycobacterium tuberculosis MRTB. هذه طبعا Mycobacterium tuberculosis اللي بتسبب مرض السل، ولما تحدث عن Mycobacterium tuberculosis multi resistant
بكتيريا طبعا راح تكون هناك كارثه، لانه لا نستطيع علاج مرض السل. النوع الرابع هو ملتي دراج ريزيستنت سترينز اوف سودوموناس سبيشيز، سالمونيلا سبيشيز، شيجيلا سبيشيز، ونايزيريا غونوريا. لان السودوموناس تسبب التهابات بالرئه وتسبب التهابات في البول، السالمونيلا معروفه عنها بسبب مرض التفائيد التسمم الغذائي، وكذلك الشيجيلا، والنازيريا غونوريا بتسبب الامراض الجنسيه اللي هو مرض السيلان. فبالتالي اي مقاومه للانتي بايوتكس من قبل هذه البكتيريا راح تسبب لنا مشاكل في الصحه. خمسه، بيتا لاكتاميز producing strains of streptococcus pneumoniae and hemophilus influenzae. لان هذول البكتيريا خصوصا البكتيريا الستريبتوكوكس والهيموفلوس بيسببوا التهابات رئويه وبيسببوا نيمونيا في الرئه. ولما نتحدث عن بيتا لاكتاميز producing strains، انه هذه البكتيريا سواء كانت ستريبتوكوكس او هيموفلوس انفلونزي بينتجوا هذا الانزيم اللي هو البيتا لاكتاميز اللي بيحطم الحلقات اللي بتكون البنسلين ومشتقات البنسلين. kinds of resistance، في عندنا انواع من المقاومه. في عندنا النوع الاول وهو بسموه non inheritable resistance، هذا النوع الاول بيكون built in ولا يورث. طبعا على سبيل المثال resistance of tubercle bacilli due to its localization in tissue and due to its slow multiplication, therefore antibiotic effects is not efficient. طبعا هذا النوع من المقاومه بيكون حسب موقع الالتهاب، خصوصا في التهابات السل. السل بسبب درنات في الرئه، وهذه الدرنه او التوبركل باسيلاي بتكون موجوده في منطقه محاطه بانسجه، محاطه بخلايا مناعيه، وبتكون كون انقسامها بطيء جدا لانه جرثومه السل لا تنقسم بسرعه بطيئه جدا، فبالتالي لا يصل الها الانتيبايوتكس وبالتالي تكون مقاومه. ولكن هذه المقاومه ليست لانه البكتيريا مقاومه، وانما الموقع ادى الى حدوث هذه المقاومه. اثنين، another example of the ill-formed bacteria which could survive for several generations without cell wall and so are not affected by penicillin. لان تتذكروا لما تحدثنا عن الوولس بكتيريا، البكتيريا بدون السيل وول، منها الالفوم. الالفوم بكتيريا هي بكتيريا بدون سيل وول وقادره على الانقسام. طبعا هذا النوع من البكتيريا ينقسم الى اكثر من جيل، وبالتالي بما انه ما لها سيل وول البنسلين لا يؤثر عليها، لانه طبعا تاثير البنسلين قلنا على تكوين السيل وول، فبتكون مقاومه. ولكن هذه المقاومه لا تورث، لانه في حال تكون السيل وول بتكون مقاومه، ما بتكون مقاومه، بتكون حساسه للبنسلين. لان penicillins are not effective against mycoplasma because they lack the cell wall. برضو المايكوبلازما، قلنا المايكوبلازما it's a unique bacteria without cell wall، هي البكتيريا الوحيده اللي ما لها cell wall، وبالتالي البنسلين ما له تاثير عليها. لان drugs unable to pass bacterial cell wall to reach ribosomal developed or developed resistance. لان اذا الانتيبيوتيك او هذا العقار الطبي لا يستطيع انه يدخل الى داخل الخليه تصبح الخليه مقاومه. Such naturally occurring resistance are called intrinsic resistance. هذه المقاومه الطبيعيه ضد الانتيبيوتيكس تعتبر بالانترنسيك ريزيستنس او البيلت ان ريزيستنس، المقاومه الداخليه. بمعنى اخر هذه المقاومه موجوده اصلا في هذا البكتيريا، ليس انه البكتيريا كونت مقاومه ضدها، ولكن الطبيعه
او البيئه اللي عايشه فيها هذه البكتيريا ادت الى هذه المقاومه. طبعا once susceptible bacteria to a particular drug becomes resistant to it, it's called acquired resistance. لان اذا كانت البكتيريا في الحاله الطبيعيه حساسه لانتيبايوتيك معين ثم اصبحت مقاومه لهذا الانتيبايوتيك هذه تسمى acquired resistance، بمعنى اخر مقاومه مكتسبه. الانترنزيك بتكون اصلا بيلت ان زي ما حكينا اول انه البكتيريا اصلا هي مقاومه ما كانت حساسه واصبحت مقاومه لا. اما في الاكوايرد ريزيستنس بتكون في العاده حساسه سسبتبل بكتيريا ثم طورت المقاومه فاصبحت اكوايرد. الان من الاكوايرد اللي هي الانهيرتبل ريزيستنس. طبعا الانهيرتبل ريزيستنس انه لما تكون المقاومه في البكتيريا هذه المقاومه تورث الى الاجيال اللاحقه. طبعا ممكن تكون كروموسومال ريزيستنس، المقاومه هذه موجوده على الكروموسوم، الجينات اللي سببت المقاومه موجوده وين؟ على الكروموسوم. DNA mutations that causes a change in the structure of a drug binds a drug binding site and its mutation against antibiotics are inheritable to the new generation. لان اذا حصل هناك طفره على الكروموسوم وادى الى تغيير في موقع ارتباط الانتيبايوتيك صار هناك عندي طفره وهذه الطفره ستورث الى الاجيال الجديد. لان mutation occur due to underdosage and prolonged administration of the drug. الطفرات تحدث اذا استخدمنا underdose، اذا استخدمنا جرعه قليله من الانتيبايوتكس. زي ما قلنا هذه الجرعه القليله من الانتيبايوتكس لا تقتل البكتيريا او تقتل البكتيريا الحساسه، وثم البكتيريا بتقوم في عمليه الميتيشن احداث طفره وتصبح مقاومه، او الاستخدام مطول للانتيبايوتكس prolonged administration. انتم بتلاحظوا لما الطبيب يكتب رشيته للانتيبايوتكس بيقول لك استخدم الانتيبايوتكس هذا بالجرعه التاليه مثلا 3 حبات يوميا لمده 5 ايام. لان اذا انت اخذت اول يوم اخذت 3 حبات، ثاني يوم شفت حالك تحسنت اخذت حبه، ثالث يوم بطلت تاخذ، هذا صار اندر دوز، هذا سيؤدي الان الى حدوث طفرات وتصبح البكتيريا مقاومه. او اذا انت شو سويت بعد ما خلصت الدوس الاول شعرت حالك ولا بقول لك انا بدي حتى اتاكد انه المرض راح بروح بشتري علاج ثاني، بدل ما استخدمه لخمس ايام استخدمته لعشر ايام، لان هذا راح يقضي على كل البكتيريا الحساسه ويبقي فقط البكتيريا المقاومه. لان كروموسومال ميوتيشنز ذات كوز اي تشينج ان سيل ممبرين بيرميابيلتي. الكروموسومال ميوتيشنز في العاده بتؤدي الى تغيير في نفاذيه الغشاء البلازمي. النوع الاخر هو بلازميد ريزيستنس، بتكون الجينات المسؤوله عن مقاومه الانتيبايوتكس في البكتيريا موجوده وين؟ على البلازميدات. احنا عرفنا البلازميد من قبل انه سيركلر اكسترا كروموسومال سيركلر دي ان اي which may carry genes or several genes responsible for resistance against one or multi antibiotics, multiple and these genes on the plasmid are called R transfer factors أو بين قوسين R factors. لما قلنا البلازميدات هي circular DNA extra chromosomal ما لها علاقة بالكروموسوم وتحمل عدة جينات جين أو عدة جينات مسؤولة عن المقاومة ضد واحد أو أكثر من الانتيبايوتكس. طبعا هذا بنسميه الـ R factor. Some of these R plasmids are responsible for production of enzymes that destroy the antibiotics. بعض هذه البلازميدات تنتج انزيمات أو الجينات الموجودة على البلازميدات تنتج
انزيمات، هذه الانزيمات تحطم الانتيبيوتيك. الان بلازميد كروس بتوين ديفرنت بكتيريال سيلز اند بكتيريا ما بيكم مالتي دراج ريزيستنس. من المعروف انه البلازميد تنتقل من بكتيريا لبكتيريا. اذا بتتذكروا حكينا عن الكونجيجيشن او الاقتران البكتيري وخصوصا في البكتيريا المعويه. تنتقل الان البكتيريا عفوا ينتقل البلازميد من بكتيريا الى بكتيريا اخرى وتصبح البكتيريا هذه مالتي دراج ريزيستنس MDR، انها مقاومه لاكثر من ثلاث انواع من الانتيبيوتكس. بلازميد ترانسفير فروم ون بكتيريال سيلز تو انذر باي ترانسدكشن ترانسفورميشن كونجيجيشن. اذا انتقال البلازميد من بكتيريا الى اخرى بيكون على شكل او على عن طريق ثلاث طرق. اول شيء ترانسدكشن. ترانسدكشن هي باي البكتيريوفاج، يعني ممكن البكتيريوفاج هو الفيروس اللي بيصيب البكتيريا مسؤول عن نقل هذا البلازميد الى البكتيريا الاخرى. او ترانسفورميشن التحول، هي ذا ابتيك اوف نيكد دي ان اي فروم ذا انفايرمنت. ممكن يكون الدي ان اي موجود في البيئه اللي عايشه فيها البكتيريا ثم يدخل الى داخل، او عن طريق من الكونجيجيشن هي الاقتران. استموست طبعا بوبولار بلازميد ترانسفير، والكونجيجيشن هي اكثر الطرق انتشارا لنقل المقاومه. طبعا بلازميد ريزيستنت most occur in enteric bacteria e.g. E. coli, salmonella, etc. وإن أكثر أنواع البكتيريا اللي موجود فيها البلازميدات كمصدر للمقاومة هي الانتيريك بكتيريا أو البكتيريا المعوية مثل E. coli والسلمونيلا وغيرها. الآن نجي على آليات المقاومة mechanism of drug resistance. طبعا هناك عدة آليات للمقاومة. أول شيء using of an alternative metabolic pathway to bypass the inhibited action. Bacterial resistance to sulfonamide use the preformed folic acid. على سبيل المثال. لأن ممكن إنه البكتيريا إذا كان هناك metabolic pathway آلية أيض معينة، إذا كان الانتيبيوتيك سيثبط هذه الآلية، البكتيريا ستستخدم آلية بديلة. مثلا تتذكروا السلفونومايد، قلنا اللي هم الانتيبيوتكس اللي بيشتغلوا باي انالوج، انه هذول شكلهم شبيه بالبابا. الان البكتيريا اللي تصبح الان مقاومة للسلفونومايد عن طريق اخذ الفوليك اسيد من البيئة او الوسط الغذائي اللي هي عايشة فيه، فبالتالي السلفونومايد ما له تاثير. السلفونومايد بيمنع تكوين الفوليك اسيد، فاذا اخذت الفوليك اسيد جاهز فما فيش داعي انها تصنعه، وبالتالي السلفونومايد ما راح له تاثير، تصبح مقاومه للسلفونومايد. اثنين production of enzymes that destroys antibiotics زي البنسلينيز from staphylococcus aureus or production of enzymes that inactivate aminoglycosides by acetylation أو adenylation or phosphorylation. لأن الآلية الثانية هي إنتاج إنزيمات تدمر الانتيبيوتكس زي البنسلينيز. البنسلينيز هو إنزيم بيحطم البنسلين. مثلاً الستافيلوكوكس أوريوس تنتج إنزيمات اللي هو البنسلينيز اللي بتحطم البنسلين، أو تنتج إنزيمات بتعطل عمل الامينوغلايكوسايدز. الامينوغلايكوسايد عن طريق الاسيتيليشن، هي اضافه اسيتيل جروب للامينوغلايكوسايد، فبالتالي الامينوغلايكوسايد يصبح غير فعال. او ادينيليشن هي اضافه الادينين الى الامينوغلايكوسايد. او فوسفوريليشن اضافه مجموعه فوسفات للانتيبيوتيك او الانتي الامينوغلايكوسايد، فيصبح الان الامينوغلايكوسايد غير فعال. او ممكن يكون هناك تغيير change in permeability or decrease uptake of drug by the cell في حاله تيتراسايكلين والبوليميكسيز.
هناك في تغيير في نفاذية الغشاء البلازمي بحيث يصبح من الصعب دخول هذه العقاقير الطبية إلى داخل الخلية، مثلاً التتراساكلين والبوليميكسينز تصبح النفاذية لهم قليلة فلا يستطيعوا دخول البكتيريا. أو change the structure of antibiotic target receptors. أنا لما تحدثنا عن آليات عمل الانتيبيوتيكس قلنا كل انتيبيوتيك له هدف معين، مثلاً change the protein structure in the 50S subunit of the bacterial ribosome with resistance to erythromycin. قلنا هناك antibiotics بأثر على 50S و 30S. إذا تغير الآن موقع ارتباط الانتيبيوتيك على سبيل المثال في الحالة هذه على 50S فتصبح البكتيريا مقاومة للإيثروميسين. Undesirable effect of antimicrobials. طبعا هناك تأثيرات غير مرغوب فيها في المضادات الحيوية أو المضادات البكتيرية. أول شيء السوبر انفكشن. طبعا السوبر انفكشن هو حدوث إصابة خطيرة جدا. طبعا this term is used to describe infection results from organisms such as Candida albicans causes thrush or Clostridia difficiles and colon causes pseudomembranous colitis or cause antibiotic resistance diarrhea ADD antibiotic associated diarrhea ADD as a result of the alteration or suppression of the normal flora by prolonged antibiotic exposure. طبعا الانسان اللي بياخذ الانتيبيوتيك باستمرار طبعا الانتيبيوتيك يجب ان لا يؤخذ بدون وصفة طبية بدون مراجعة الطبيب، يعني مش كل واحد ولا وجعه راسه يروح على الصيدلية يقول له ولا اعطيني انتيبيوتيك، لا الانتيبيوتيك لا يعطى الا بعد استشارة الطبيب وبعد عمل فحص مخبر حتى نشوف اي انتيبيوتيك هو الانتيبيوتيك المناسب لهذه الإصابة. فبالتالي اذا استخدم الانتيبيوتيك بطريقة خاطئة على سبيل المثال الواحد ظل ياخذ انتيبيوتيكس انتيبيوتيكس الانتيبيوتيك ستقضي على البكتيريا الحساسة وتبقي البكتيريا المقاومة او الانتيبيوتيك او الانتي او عفوا الميكروبس الاخرى زي الكانديدا البيكنز. الكانديدا البيكنز هذه خمائر وهي فطريات وبالتالي الانتيبيوتيكس لن يؤثر عليها. فبالتالي اذا الانسان اخذ انتيبيوتيكس وقضى على كل البكتيريا فالكانديدا البيكنز تصبح لوحدها، يعني ما ظل حدا بالميدان غير هي، فشو بصير فيها؟ فبتنقسم انقسام لانه ما في مين يمنعها من الانقسام وتحدث السوبر انفكشن وعادة يسمى ثرش او الكلوستيديا ديفيسل في القولون. الكلوستيديا ديفيسل في القولون طبعا هي بكتيريا لا هوائيه وعادة لما يكون في عندنا البكتيريا المعويه او الماكرو الانديجينس ماكرو فلورا موجود يكون عددها قليل، ولكن اذا اخذنا انتيبيوتكس راح نقضي على بقيه انواع البكتيريا وتبقى الكلوستيديا ديفيسل. الكلوستيديا ديفيسل هذه مقاومه اصلا ناتشرالي الى الانتيبيوتكس، فلما تصبح لوحدها راح تنقسم بكميات كبيره جدا وتسبب التهابات في القولون بنسميها سودو ميمبرانوس كولايتس او انتيبيوتيك اسوسييتد دايريا. في بعض الناس لما ياخذوا انتيبيوتيكس بيصيبهم اسهال، هذا الاسهال نتيجه انه البكتيريا المفيده اللي في الجسم كلها ماتت فبتؤدي الى حدوث التهابات في الامعاء وحدوث اسهالات شديده. طبعا هذا الاسهال لانه صار في عندي تغيير في النورمال فلورا الموجوده في الامعاء. A super infection can be defined as population explosion or organisms that are usually present only in small number.
بتحدث عن السوبر انفكشن، هي انفجار سكاني او انفجار للبكتيريا المقاومه لهذا الانتيبيوتكس اللي في العاده بيكون عددها قليل جدا. مثلا كانديدا البيكنس هي ناتشرالي موجوده في امعائنا، الكلوستيديا ديفيسلز ناتشرالي موجوده في امعائنا طبيعيا، ولكن اذا قضينا على بقيه البوبوليشن او البكتيريا المعويه الاخرى سيؤدي الى حدوث انفجار سكاني في او العدد زياده مضطرده في عدد هذه الانواع من ايضا كانديدا البيكنس او الكلوستيديا ديفيسلز. الان بي the term super infections also used to describe an infection results from replacement of the original infecting agent with a new selecting strain of the same species that become resistant. لان super infection ممكن انه برضو يعرف بشكل اخر على انه استبدال للبكتيريا المسببة للمرض بأخرى مقاوم، يعني نفس البكتيريا صار في عندي سترين سلالة مقاومة استبدلت لي السلالة اللي تكون حساسة للأنتيبيوتكس. فلما نأخذ الأنتيبيوتكس هذا راح يقضي على السلالة الحساسة ويبقي السلالة المقاومة ونصبح عندي سوبر إنفكشن من نفس البكتيريا، ولكن هذه البكتيريا بتكون مقاومة. In addition, prolonged use of antibiotics may cause deficiency in vitamin K, biotin, riboflavin, pantothenate, and pyridoxin. هذه كلها فيتامينات، أما فيتامين B أو فيتامين K أو غيره. هذا لأن استخدام الأنتيبيوتيك المطول سيؤدي إلى نقص في هذه الفيتامينات. طبعا الفيتامينات هذه بتنتجها البكتيريا الموجوده في الامعاء، وبالتالي لما تقتل الانتيبيوتيك يقتل هذه البكتيريا في الامعاء راح يكون في عندي نقص في هذه الانواع من الفيتامينات. Therefore supplementation of patients or sick animals with vitamins e.g. B complex is necessary during antibiotic treatment. لما الانسان او الحيوانات توضع على كورس antibiotics لابد من اعطائها مكملات من الفيتامينات زي فيتامين بي كومبلكس يعطى مع الانتيبيوتكس حتى ما يصير في عنده نقص في الفيتامينات. ثلاثة the patient may become allergic e.g. penicillin. طبعا زي ما قلنا آفة البنسلين بالتحديد او معظم الانتيبيوتكس هي الحساسية، فالحساسية خصوصا البنسلين هذه بتكون مشكلة كبيرة. فبالتالي إذا استخدم الأنتيبيوتكس لمدة طويلة خصوصا البنسلين راح يكون في عنا تكون للحساسية. أربعة توكسيسيتي السمية. كلورامفينيكول causes aplastic anemia. تذكروا أن الكلورامفينيكول الآن استخداماته محدودة جدا، لم يبقى الاستخدام إلا أنه قطرات أو مراهم. ليش؟ لأنه استخدامه بيؤدي إلى حدوث الأنيميا اللاخلوية أو الأبلاستيك أنيميا. برضو الستريبتومايسين that damages the auditory nerve lead to deafness، واستخدام الستريبتومايسين لمدة طويلة بيؤدي إلى عطب في اللي هو العصب السمع ويؤدي إلى حدوث الصمم. و and other drugs are hepatotoxic and nephrotoxic causing liver or kidney damage. لان بعض الانواع الاخرى من الانتيبيوتكس بتكون سامه للكبد وسامه للكليه، وبالتالي راح تسبب امراض في الكبد وامراض في الكلى ودمار للكليه والكبد. لان في عندنا اقتراحات suggestions on the use of antimicrobial drugs. هذه الاقتراحات للاستخدام الامثل للانتيبيوتكس، منها اول شيء antibiotics should not be employed for mild infections. يجب عدم اعطاء الانتيبيوتكس للامراض الخفيفه. مثلا اذا الواحد شاعر بوجع راس، شاعر انه والله عنده دوخه،
شاعر بحراره بسيطه لا يعني يجب عدم اعطائه antibiotics. اثنين only use in serious infections or as prophylactic in cases of severe infections for non-contact animals or people. الانتيبيوتكس فقط يستخدم في الحالات الحرجة أو infection, serious infection الحالات الشديدة أو يستخدم كبروفلاكتيك. البروفلاكتيك هو وقائي عادة إذا في عندنا أشخاص بيرافقوا مرضى مثلا إذا واحد مثلا مع أخوه مع أمه مع أبوه وهو مصاب بمرض شديد يعطى هذا الشخص antibiotics كوقاية من الإصابة من هذا أو العدوى من الشخص اللي بيدير باله عليه. اثنين treatment should be used on a definite clinical and microbiological diagnosis and if it started should not be modified or should be modified accordingly. بدء علاج بالانتيبيوتكس يجب أن يكون محدد بالفحص السريري والميكروبيولوجيكال دايجنوسيس هو فحص المختبر. وإذا بدأنا بالعلاج قبل ما تطلع النتائج الآن منحور النتيجة أو منغير الدوس حسب النتائج اللي طلعت معنا في المختبر. Metabolic pathway, half-life time, excretion should be taken in consideration when choosing the antibiotic. لان ماذا يحدث للانتيبيوتيك داخل الجسم مدى بقائه في الجسم كيفية إخراجه من الجسم كل هذه أمور يجب أخذها بعين الاعتبار قبل ما نأخذ أو نوصف الانتيبيوتيك. لان على سبيل المثال إذا شخص عنده التهاب بول ما بنعطيه انتيبيوتيك اخراجه بيكون عن طريق البراز. احنا بدنا يروح على البول ومن البول يخرج حتى ايش يعالج علاج او يعالج الانفكشن في الانتيبيوتيك. او برضو كمان اذا الانتيبيوتيك ما راح مثلا على مجرى الدم فاذا كان في عندي سيبتيسيميا او تسمم دم ما بنعطي انتيبيوتيك لا يدخل الى الدم وهكذا. برضو antibiotic should be given in a full therapeutic dose for adequate periods, 3 to 5 days. لأن الantibiotic لما يوصف بدوس أو بجرعة طبية كاملة. بمعنى آخر إنه بتركيز معين مثلا لما يوصف الطبيب الantibiotic بالرشيتة بقول لك إنه استخدم مثلا أمبسلين 500 لمدة 3 أيام أو 5 أيام. فلا بد من استخدام الفول دوس انه نجيب الامبسلين 500 ونستخدمه للوقت اللي حدده في الرشيد. لان in some cases for weeks in case of brucellosis and narcoditis and keep high level of drug in the body tissue. في بعض الحالات يجب ان نستخدم العلاج لاسابيع وابقاء نسبة أو مستوى هذا الانتيبيوتيك في الدم عالي. مثلا في علاج تيبركولوسيس عفوا البروسيلوسيس وهو الحمى المالطية. الحمى المالطية هي من أصعب الالتهابات علاجا لأنه ممكن أنه تستمر عند هذا الشخص لمدة طويلة جدا. فبالتالي سيعطى المريض المصاب بالحمى المالطية أو البروسيلوسيس الانتيبيوتيك لأسابيع وقد تستمر إلى أشهر بدوس عالي حتى يبقى الوضع تحت السيطرة. لأن only those antibiotics which are not suitable for systemic use should be used topically or locally. لأن في بعض الانتيبيوتيكس زي ما حكينا تكون سامة لا توكسيك هذه فقط تستخدم كمراهم أو تستخدم محلياً. مش كل الأنتيبيوتيكس يجب استخدامها داخلياً ومش كلها يجب استخدامها
كمراحل. الآن withdrawal microbial drugs before slaughter, this period varied from 24 hours to 30 days. احنا تحدثنا عن استخدام الانتيبيوتكس في تسميم العجول، في تسميم الدجاج الى اخره ك growth promoters، عوامل. فقبل ما نذبح او نستهلك هذه العجول او قبل ما نستهلك هذا الدجاج، يجب توقف عن اعطاء الانتيبيوتكس حسب حجم هذا الحيوان من 24 ساعة إلى 30 يوم. برضو use of a combination of drugs. Two bactericides are synergic. بمعنى آخر يجب أن نستخدم الانتيبيوتكس مش منفردة وإنما كcombination. استخدام نوعين من الانتيبيوتكس اللي هما bactericidal وsynergic. One bactericidal penicillin plus bacteriostatic like tetracyclines antagonistic. إذا استخدمنا bactericidal penicillin مع bacteriostatic زي tetracycline، هذه antagonistic بيشتغلوا ضد بعض. فبالتالي يجب أن نحدد نوع الكومبينيشن قبل ما نعطيها. أما نستخدم two bactericidal إذا كان النوعين من اللهم صل على سيدنا محمد الانتيبيوتكس قاتلات، بيكون تأثيرهم مضاعف. اما اذا استخدمنا بكتيروسايدل بكتيروستاتيك لا، بيكونوا بيشتغلوا ضد بعض. It's advisable to choose two antibiotics which differ in their mode of action. طبعا ننصح او العلماء ينصحوا باستخدام نوعين من الانتيبيوتكس كل واحد له مود اوف اكشن يختلف. مثلا نستخدم انتيبيوتكس بيأثر على السيل وول، مع انتيبيوتكس اخر مثلا بيأثر على البروتين سينثيسيس. It's more effective and reduce the emergence of resistant mutants. طبعاً بالحالة هذه لما استخدم two antibiotics كل واحد له mode of action يختلف، هذا بيقلل من حدوث المقاومة. لأنه إذا استخدمنا مثلاً two antibiotics اثنيناتهم بيأثر على cell wall، طبعاً هذا راح يؤدي إلى حدوث مقاومة. أما إذا استخدمنا two antibiotics واحد بيأثر على cell wall واحد بيأثر على البروتين سينثيسيس، اذا حصلت مقاومه ضد السيل وول البكتيريا هذه راح تموت، لانه ايش منعنا تكوين البروتين. Always do antibiotic sensitivity test. لان قبل ما نعطي اي انتيبايوتيك يجب عمل الفحوصات المخبريه، وخصوصا الانتيبايوتيك سنسيتيفيتي تيست في المختبر، وهو فحص البكتيريا مقابل مجموعه من الانتيبايوتيك. يعطيكم العافية.